طبعا الايام الاولانيه هي الظاهره سيئه جدا جدا خصوصا في الدوري المصري. انا اتكلم اول على بصفه عامه وبعد كده نتكلم بصفه ماشي عامه كده على الدوري المصري ظاهره سيئه جدا جدا جدا. تغيير المدربين الكتير دي قوي هو حاجه واحده بس، انت منين هتجيب استقرار لفرقتك؟ دي نمره واحد. يعني انت متخيل مثلا بتغير كم مدرب في السنه؟ ده الكرة عامة أو من أهم مبادئ الكرة أو من أهم حاجة أنت عايزها استقرار. طبعا يقول لك أنا عايز استقرار في فرقتي. أصل استقرار دي مش كلمة، استقرار دي عايزة عمل كبير أوي. استقرار دي بتيجي من أول رئيس النادي ومجلس إدارته هو المسؤول، أو لو في حد مختص بالكرة مسؤول عن المدير الفني. المدير الفني تيجي تقعد معاه، أنت اتكلمت في نقطة مهمة جدا أيمن، أنت عايز إيه مني السنة دي؟ كويس، بغض النظر اللي حصل السنه دي عشان كورونا وكده، لكن ايه المطلوب مني؟ والله يا فلان اطالب منك مثلا عايز مثلا من السابع للثامن، مش عايز يعني صح. مش عايز انزل عن الثامن، ده الطموح. ده الطموح، ما انا بقيس طموحك على امكانياتك يا ايمن. يعني مثلا ما تجيش تجيب لي مدير فني في النادي الاهلي تقعد معاه، هتقدر تتكلم معاه في ايه؟ ما فيش حاجه، انت بتتكلم على حاجه واحده بس، انا عايز يعني الدوري، كاس مصر، لو في افريقيا يبقى الثلاثه، في بطوله رابعه انا عايزها. هو بيتكلم ليه؟ هو امكانياته كده، امكانيات النادي الاهلي كده، نادي الزمالك نفس الكلام، الانديه الكبيره دي الوقت داخل، بيراميدز نفس الكلام. على حسب امكانياتك انا بطلب منك، انت المطلوب منك. فدي بتبقى زي حتى قبل ما اعمل عقد معاك، هو ده الكلام يا ايمن هيتعمل. بس ده بتاع الناس اللي هم مع احترامي للكل يعني اللي بيفهموا يعني ايه اسمها كوره. بمناسبه اللي بيفهموا كوره، هم اربع فرق بس على فكره اللي ما غيروش مدربينهم. نادي الاهلي اكيد، وفي استقرار طبعا لحد ما احنا شايفين يعني النتائج شايفينها طبعا، لان اكيد طالما في استقرار في الموضوع دوت وانت معاك قماشه كويسه فبالتالي انت مش هتغير، حتى لو خسرت ماتش خسرت اتنين ولكن الامور 90% ماشيه كويس، بنسبه 95% حتى ماشيه كويس. الفريق المقاولين العرب وده ماشي مع الكابتن عماد النحاس ماشي كويس طبعًا. وماشي مركز رابع، الكابتن طلعت يوسف وكان ماشي خامس لحد دلوقتي في الاتحاد السكندري، وكابتن مختار في الانتاج الحربي وماشي ما بين ثامن تاسع ممكن يوصل سابع. فالاربع فرق دول بس اللي ما غيروش حد، اللي هو كل واحد عارف مركزه فين يا ايمن. اللي انا كنت بتكلم فيه الوقت النادي الاهلي ده مركزه الطبيعي. هو اول الدوري هيبقى بطل الدوري ان شاء الله، بعدين بيبص على البطولات الثانيه، مستني البطوله الكبيره بطوله افريقيا، ده الاهتمام الاكبر ليها. اتكلم على المقاولين، اكيد لما جابوا كابتن عماد بعد كابتن علاء قعد اتكلم معاه وشاف ايه الامكانيات وشاف فرقته وبدا يحط المركز اللي هو موجود فيه المركز الرابع وهيحارب عليه وعايز يبقى ثالث. كابتن طلعت عمل طفره جامده جدا في نادي الاتحاد، استقرار، اداء كويس جدا، عرف يجيب لعيبه. حجم صلحي عامل، هو بقى اللي عامل لوحده، عامل طفره جامده جدا في الاتحاد في كل الالعاب. كره القدم لا، جايب لعيبه كويسه جدا، وكابتن طلعت عارف اللعيبه هو محتاجه، عشان كده نادي الاتحاد غير كل السنين اللي فاتت. صح. كل الفرق دي ايمن تسمع تلاقي مفيش صوت، مفيش مشكله، لان في حاجه اسمها استقرار مقفول على فرقه الكوره. النادي الاهلي طبعا هو اللي مطبق القاعده دي من زمان جدا وقافل الدنيا كلها. صحيح. لكن انت ما تجيش تقعد معايا اول السنه، انا عايز مثلا عايز ان شاء الله السنه دي بطوله الدوري. وانت امكانياتك ايه عشان بطوله الدوري؟ صح. انت ما عندكش، مفيش امكانيات. لكن انا بقول بقى يعني عامه الموضوع بتاع المدرب او المدير الفني ده يتساب لحد في نادي واحد يكون بتاع كوره، مش لازم رئيس النادي على فكره. مش لازم خالص، في لجنه كوره، حاجه اسمها لجنه تخطيط، انما رئيس نادي بقى هو متحكم في حته المدير الفني ده في كل حاجه، اعتقد حاجه غلط جدا بتحصلش. دي حاجه سيئه جدا. لان هو النهارده مثلا في المركز السادس والاداء وحش، بس انت مش عايز مني اكتر من كده. على حسب اللي موجود عندي، اللي موجود عندي هو ده، انك تحافظ على المركز ده. لكن مثلا مش هنزل مركز العاشر، فانت لا فجاه هغير. أيوه. ثانيه واحده، هي موضوع انك تغير مدير فني دي عايزه دراسات وعايزه حسابات كتيره جدا يا ايمن. انت بتجيب مدير فني لسه عايز اعرف على لعيبته وطريقه لعبه ايه ده؟ ده المدير الفني بيقعد مع رئيس النادي اول السنه في الدنيا كلها. انا السنه دي مثلا هلعب على المركز الثاني وطريقه لعبي كذا كذا كذا، ومحتاج تدعيم 1 2 3، يروح قافل الصفحه وتعالى حاسبني في نهايه الموسم.